السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد ومغامرة جديدة. راح يشاركنا في هذه الرحلة الصديق الرائع محمد الهامر، وهو أول واحد تعرفت عليه هنا في عمان، طيار درون FPV. وأيضا راح نلتقي بصديق جديد ومن أجمل القلوب اللي تعرفت عليها في عمان، حمد الهاشمي، وهو طيار درون FPV أيضا. يعني وجدوا نفوسكم، المتعة مضمونة. مغامرة جديدة الآن، رانا منطلقين يعني بعد ما تعرفنا على محافظة مسقط. بسم الله انطلقنا، ما تنسوش الاشتراك، لايك، تنشر الفيديو هذا مع أصحابك. انطلق بسم الله. في هذا الفيديو راح نعيش ثلاث مغامرات في ثلاث أماكن مختلفة. أولها صحراء البيدية، من أجمل الأماكن في العالم للتخييم. والمغامرة الثانية راح تكون في الجبال، ونتعرفوا على واحد من أجمل وأشهر الأماكن في السلطنة، واد بني خالد، بمياه الخضراء الزمردية، والتجربة اللي عشتها مع ماوغلي الجبال. خلت هذا المكان هو الأفضل بالنسبة لي في السلطنة، لكن للأسف ضيعت شيء ثمين جدا فيه. جماعة تقريبا أنا في نص طريق، كنت باغي نهضر معكم ولا حتى نوصلوا المكان، مكان تخييم راح نخيمه إن شاء الله. بسنا في شعال من المنطقة وتعرفنا على ناس هذيك المنطقة. يعني أنا نقول لكم، يعني الناس اللي راهي تفكر باش تجي تزور عمان، أولا راكم متأخرين بزاف، ثانيا انه روحوا تكتشفوا عمان، ماشي تروحوا المناطق السياحيه، روحوا تكتشفوا شعبها في الطيب فقط. هيا ضيفنا، يا مرحبا يا العوده. شيخ اكثر بلد حسيت بالراحه فيها وانا نفلوجي، ماشي طيب وانما شغل سهل لين، يعني ليونه في التعامل، سهل التعامل، سبحان الله. يعني انا منبهر من الشعب العماني صراحه. المهم توقفنا في هذا السوبر ماركت، وكنت على موعد باش ندوق اشهر منتج يباع في عمان، كل من تذوقه احبه وادمن عليه، بطاطس عمان الغنيه عن التعريف، لكن انا ما كنتش نعرفها، حتى انه تباع باكياس ضخمه كهذه. العلامه التجاريه الاكثر شهره وتاثيرا في سلطنه عمان، وقد ظهرت اول مره في عام 1979، واصبح اليوم عمرها 40 سنه. فخلونا نجربوها. مشكله شيبس فرماج ولا شيبس مع التشيز مع الداغوس بوصقر؟ اهم شيء بوصقر، اهم شيء شوف الداغوس بوصقر والبطاطس اهم شيء، الخبز عاد اختر ما اللي بدك، لكن نحن في عمان هذا الخبز نستخدمه نسميه الخبز اللبناني. بس انا بغي نعرف اي درجه يبغوها هذه الاكله في عمان؟ شكون يا إيه تعتبر توب 1؟ هذه زمن الطيبين، السناك المفضل عند الجميع. هذه كيف بدت؟ لا الكبار الكبار كل حد ياكلها. هذه كانوا في ايام المدارس. مدارس هذا السؤال الجواب، هذا هو الجواب. ايام المدارس كانوا كذا، ايوه ياكلوها كذا. انتك بترون، انتك غازل، انتك كل شيء، ونسوي سياحة وكل شيء وكل شيء وكل شيء، لكن هذا التوب 1 بالنسبة لنا. بطاطس عمان اغلى بالبترول. خذ البترول بس خلي البطاطس. خذ البترول بس خلي البطاطس. كل شيء، في كل شيء استخدموها، في كل شيء، حتى الايس كريم. بما ان جبتنا موضوع الاكل، فبغيت نقول لكم على اكلتين مشهوره، اكله تاع شارع كيما احنا نقولوا كاراتيكا في وهران، ولا بيتزا كاري في الجي، فهما عندهم العرسيه اختصاص العمانيين. هذه العرسيه يعني يديروها تحت التراب ويجيبوها هنا مباشره جاهزه، وهذا على شغل ستريت فود. ها ستريت فود. والعرسيه يعني تقريبا هي الاختصاص العمانيين، يعني شغل لحم مفروم. دوك يحكي لنا عليها اكثر. فهذه العرسيه من اشهر الاكلات في عمان. هذا السمن يستعملوه في العرسية. قال لازم تجرجو. شوف تعال. والله ما شاء الله. جلس هنا، قال لازم تجلس ما تاكلش واقف. شوف. احكي لنا. هذا الصالونة. صالونة. تعرف الصالونة تسوى؟ راس الغنم ولمعة. اسمه كروش. معاصيب. معاصيب. ايوه. زين، وهذا العرس، هذه العرسية فوق السمن اللي هو الزيت البقري. زيت البقر احنا ما نسوي الا زيت بقري فريش في العرسية. ايوه في العرسية. ايش تسوي كذا الطريقة؟ ناخذ شوي زين. اوه السمن، هذا السمن. ايوه. شكرا. نسوي كذا السمن في الصالونة على السريع. ايوه بسم الله. بينا في وجب اللي عجبتني. سمحوا لي يا عمي، ما عجبتنيش.
ما راح تلقوا هكا في الرمال كما هكا قاعدات بالرمال، شوفوا ما اجملها. يعني هذه راه في وسط الرماله، فمحلات هكا كوفيهات ولا اول حاجه هذا الراس لازم يكون في النص. ممتاز، صباح الخير عليكم. اصبحنا واصبح الملك لله. هذا الكبير، هذا المجلس وين يريحوا فقط، وهنايا يسكنوا. هلا، يعني انا نقول لكم يعني البدو كيفاش يقسموا العزبه هذه، يعني هذا كله عزبه، هذا مجلس النساء واللي يقولها العريش. انا بقربك، هذا هذا من مقتنيات خالي، قصر الملكي للعود. جميل. زرت كمبوديا واعرف ان كمبوديا هي احسن واحدة تعمل العود. زرتها شخصيا. من الاحسن طبعا. هنا شوف، تسوي كذا، شوف المنطقة هذه اللي تحت الاذن. ايوه، تحطها هنا. ايه، كما الريحة. ليش؟ هنا اصلا هذه المنطقة تسوي بالعادة يوم تقوم الصباح تحصل فيه افرازات نفس الوسخ. هذه ربك خلقها كذا افرازات تطلع هنا، فهذه افرازات تعطي دعم حال الروائح انها تنتشر اكثر. والله هذه خلقه كذا في الرب. هنا المنطقه، والباقي عاد ينهبوا في اللحيه الغانمه. اللحيه شو؟ الغانمه. ايش معناتها؟ شو معناتها؟ يعني اللحيه الكريمه. الكريمه. خلصت محمد؟ خلصت. رايك في المكان؟ والله مكان جميل، مكان جميل. يعني الرمال سبحان الله، شو راح من الجولد للكتبان الحمراء. يعني هذا ما شاء الله. هل تعرف ان نحن حاليا في بدايه الرمله؟ اها، داخل الرمله كثبان اكبر منها كاكبر. يعني احنا في منطقه البيديه، البيديه يعني خيمنا هنا في منطقه البيديه، وراح يدير النشاش على الاصول المحمديه. حمدانية. اخبار علوم، اخبار علوم، اخبار علوم، اخبار علوم. هذا من اهل صلاله. شيء علوم، شيء علوم. خلها كذا، اعطيني شويه. اوه والله جات لا تجي تجي على الشعره. حي ضيفنا، يا مرحبا يا نعوده. شيخ باشا يوم الله. جود. اها، خذ العلوم رجال، خذ العلوم رجال، خذ العلوم رجال. شيخ باشا علوم، ماشي للخير يوم صوبك علوم ولا اخبار؟ ماشي صوب خير. بهو 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 بهو. هذه تحيه كيما احنا نقولوا كي راك لاباس بخير، فهذه التحيه تاعهم. وتختلف في المنطقه الاخرى سبحان الله. في الجنوب شو يقولوا؟ خبور. خبور قالك صار كاتاتشي. كاتاتشي ولا عبد. جماعة توقفنا في هذا الطريق في سوق، عندك يعني سوق صغير جدا في البيدية، يا سوق البيدية، ويعني في اهل الباديه هم اللي يبيعوا فيه. فاحنا نتعرفوا شويه على عادات، يعني خاصه هنا سوق النساء، فاحنا نتعرفوا على العادات واش يديروا المراه كيفاش يتزينوا. وراح نسالوهم اسئله، يعني هادو فعلا من البديه يعني. فخلينا نتعرفوا عليهم ونتعرفوا على عادات وتقاليد المراه العمانيه البدويه البديه. هذا برقع، هذا محل حريم. برقع. ايوه محل حريم. ما عندهم هذا البرقع يعني كيما الاجار احنا عندنا، فما عندهم مختلف. هذاك حال عليه، هذاك حال الحال، يديروا الحال في عينيه. الحال تاعك حال. زين منك. هذا مليار هذا. وربي صور تعال. عمانيه. كلك عمانيه صاي. بس زينة، يعني زينة، بس زينة في الدرع ولا في الآخر ما بزين. يبين إيش؟ يبين جمال يعني. أيوة. جمال. يسوي هني شوها. وين؟ ويسوي هني بعد. سوينا هني اليوم حالة، سويت عند الحرمانة مني. إيه. سويت كذي. خططك به ولا الدحام به؟ يبين يجرب حلو حد هني. يكون ريحتي وريحة غيري. ريحة ياسر. ريحة ياسر. أم قاسم. حلو أم قاسم. أنت أنا بحلو أم عبودة. حلو. بس. هذه كلام هذا. أيوة ما له مدح، مدح. مدح. من القدود. من القدود، 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 القدود. ما شاء الله. كذي إحنا نقول به. إيه. وهذا تسويه كل يوم؟ لا. إحنا يسوي لنا الحريم يوم يتجلس. يوم عند العرس. عند الناس بنروح بعضنا بعض ونقعد جلسات. يعني عندنا مناسبات يعني. أيوة مناسبة أخبار أو عرس. وهو صدقه او شيء. وهذه ها قلايد مال البوش، زينه البوش نوب. وهذه كسير. وهذه خطام قدر. تعرف الخطام؟ خطام قدر مال البوش. ايه. قدر بالبوش يقبضون يوم يركضون. ايه.
مرحبا مرحبا. السلام عليكم. الله يسلمك ان شاء الله ويحبكم ويسعدكم. امين امين. يعني جماعة ناس البدو هادو تاع البدية والله العظيم سكر سكر. وش اللي وصلنا لهذا المكان؟ الحقيقة مرحبا بكم في الخالدية. هذا المدخل تاعها ما شاء الله هو وادي. المكان هنا مليء بالأسرار والأساطير والهدوء الإلهام الحكمة. وادي بني خالد، مقومات سياحية وطبيعية تجذب السياح من داخل وخارج عمان. يعد هذا الوادي من أشهر الوديان في سلطنة عمان، يمتاز بأحواضه الكبيرة من المياه الخضراء الزمردية، لون جديد عليكم أعلم. لكن هذا ما عجبني فيه شخصيا، وأيضا أشجار النخيل العالية المحاطة به. إذا رأنا في مدخل الوادي جماعة الفور ويل ولا درا السيارات رباعية الدفع، يعني راهي معمر البارك سبحان الله. يعني المكان ما زرنا نتوغلو شوية بشوية، تحس كأنه جنة سبحان الله. مشروح وآية داروا لها الزعفران، داروا لها الزعفران العماني. حسك غادي تسود. كنت رايح من الزعفران العماني هذا زعما ميك اب للزينة، ميك اب على الخشم. الخشم نيف نيف نيف. هذو الوديان هذا مقرى الفلك. مقرى الفلك ها هذا قال لك حمد، قال لك هذا ولا راس الدين. كوشي في الستار على الكنز. ان شاء الله. حمد قال لك ما اقدر اعيش بلا بلا كسمه في بي 60 بي 60. اهم شيء القهوه. نوريكم اطلاله الوادي جميله جدا. شوف شوف ما شاء الله. حتى من هنا اكثر حاجه عجبتني لون الوادي، يعني فكره جميله. شوف دايرين هذه وين تبدل الاغراض تاعك، يعني تبغي تلبس ملابس سباحه وتحط اموال هنا. يعني فكره جميله، بزنس جميل وصغير بصح جميل. عاده ما نخش اماكن كيما هكا وين تبدل. انت من اهل المكان؟ ايوه. تعرف المكان؟ ايوه انا عايش هنا. انت من اي بلد؟ قلت له من الجزائر. فواش قلت لي؟ 1 2 3 فيفا جزائر. لا واش قلت لي قبل؟ فيفا عمان. قال لي 1 2 3 فيفا عمان. خبرنا شويه على وادي الذئاب. وادي الذئاب وادي بني خالد. وادي بني خالد ايوه. هل هو من اجمل الاوديه في عمان؟ هو من اشهر الاوديه في عمان. يشتهر بالعدة انواع، مثل عندك شلالات صغيره، نفس الشيء في عندك كهف مقل. اها. وفي الكهف هناك داخل العين يكون الماء نفس الشيء يكون صاخر. كنا نتمشوا انا ومحمد، فعندك وش اجبد من هذا المكان؟ المخبي مخبي السري. يلا كمل طريق. بسم الله يا جماعه. رايحين واحد المكان يعني ما وصلوش بزاف سياح. شوف خايف تمشينا شحال منا. قال لك في حماسه. منا هناك داخل ماء. في ماء؟ نقدر ندخل؟ بسم الله. دخلنا. يلا روح بسم الله. هذا هي تعيش في الخفافيش. يا هذيك الثقب الصغيره هذه. سبحان الله. هذه الحفره؟ ايوه. روح يا عزافي روح. الله. روح يا حمد روح. هذا مدخل العين. هذا زيد داخل. نزيد ندخل؟ ايوه هذا العين هذا المدخل. اوف. اعطيني ايوه. وصلنا الحين للمكان. الكهف حامي جدا ساخن. الناس يعيشوا الكهوف. هما كان اول يعني يحصلوا الماء يعيشوا مع الماء. مع الماء. وين الماء يتبعوا الماء. هم وصلوا هنا شاف هذا الماء على طول السنه، يعني ما يخلص. هم عاد عاشوا هنا من بعد استقروا هم في هذا المكان. ويقول هذا الماء يجي من بغداد. سبحان الله. الله يعلم. هذا الشيء جابنا كذا يخبرونا. العين الرئيسيه بتاع المنبع من تحت الارض
تروح ساعتين من هنا. ساعتين تتمشى في الكهف داخل الكهف. ساعتين داخل الكهف. ساعتين داخل الكهف تريح ساعتين. أنت تعرف الطريق؟ أيوة. أخبرك الطريق من بعد. لكن لما تروح صعب عليك. سمك مساج؟ مساج. هذا أنت تروح تايلاند تروح دبي فلوس عمان تريح. السمك الصغير هذا. لا في عمان مجانا. مجانا. تجربة اللي تعيشها داخل الكهف يعني تجربة مش عارف تخوف تجربة تحس بعظمة الله سبحان الله. تحس بهي الأماكن إحنا ما زال ما نوصلوها أبدا. الكهف سبحان الله. ويا تحس بطعم الحرية. الحين السلاح بنخليه في مكان السر. وين مكان سري؟ هذا مكان سري يعرفنا. هذا مكان. ما حد يعرفه مننا. نحن نعرف المكان السري. نعرف. ما شاء الله. ويجي العائلات هنا كثير يعني يقعدوا يتنظروا. ايوه كثير ما نفس الشيء انا معنا يكون موسم يكون موسم الشتاء كثير من السواح من اوروبا. في الصيف يكون درجه الحراره 50-46 يكون ما حد فيه ناس بسبب الحراره وكذا. لكن يجوا في عمانيين في الصيف. اوه ما شاء الله ما شاء الله. جماعه هذه على الهامش سقسيته قال لي الجزائر على مد اهل قصه على مد اهل الجزائر على الكاميرون بسبب ايتو دفع في كثير من الفلوس. على الحكم. شوف القصة وصلت حتى العمان. أيوة. عمان. أيوة. إن شاء الله إن شاء الله نعوض في كأس العالم الجاية. إن شاء الله نحن كنا نتوقع الجزائر كانوا اللي مشارك في كأس العالم يوصل بعيد نفس المغرب. صح. منتخب الجزائر نفس أوروبا يعني عنده منتخب قوي. أوه صح. جماعة ريحت معه شوية وحكينا. يعرف كل خبايا الجزائر يعني ما شاء الله محب للجزائر كثير كثير من عمان منتخب. بس انت قلت لي 1 2 3 فيفا عمان عمان نادي الجزائر. والله شكرا شكرا على الاستضافه. عفوا جماعة هذه من اجمل الاماكن لازم ديروها في التشيكينج ليست تاعكم كي تجوا لعمان تزوروا هذا المكان وهذا الوادي يعني مختلف على الوادي الوديان اللي شفتهم. انا محب للوديان يعني نبغي السباحه في الوديان اكثر من البحر وهذا شغل جاي منشرح. أيوة. ما شاء الله الجبال مش ماشي مغامات يعني منشرح ما شاء الله طبيعة. انا جماعة قلت لكم شعل وانا حارس الخاتم تاعي فراح لي ولا طاح لي هنايا. قول له مع السلامة. مع السلامة. بس الزوجة مو مع السلامة راح تقتلني اليوم. هذه مرة ثانية. والله. والله. كل الحلول متوفرة. يلا. لإنقاذ الهاتف. شو الحلول؟ اوه هذا المزيق جميل هذا الكهف الرومانسي كل هدوء سبحان الله ما هي صح المكان ممتع صلى الله عليه وسلم خمم بالخاتم اللي راحت والله انت رجل الطبيعه رجل الجبال ديناك البرد كي تخرج على بالك قطعنا كل الوادي عوم يعني ما شاء الله الله اكبر تعال تعال ايش قلت لي لما تعيش المغامره اذا ما تعيش المغامره الحياه ما لها طعم يلا اخي راح اشتاق لك احسن مغامره والله لا احسن مغامره راح تقعد في البال ان شاء الله ايش الاسم احمد السعدي لا والاسم اسمنا موكلي الواد السلام عليكم 1 2 3 فيفا عمان وفي الاخير راح نتعرفوا على القصه المثيره وراء الحفره العميقه هويه نجم هويه نجم هذا المكان اللي هو حفره عميقه تمتد داخل يعني داخل الارض حوالي 20 متر يعني عمقها 20 متر وقطرها حوالي 50 متر يعني الحاجه اللي خلاها مشهوره من الاشياء اللي خلتها مشهوره ارتباطها باسطوره انها هنا يعني سقط نجم من السماء
فكون هذه الحفرة العميقة من الأماكن المليحة للناس اللي تحب تجيها باش تسبح فيها. يعني تقدر تسبح لكن الحفرة تبان عميقة ويعني والمنظر تاعها يخوف سبحان الله، منظر مهيب. فهذه هوية نجم، هوية نجم معناها سقوط نجم. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على كل واحد وصل لآخر نقطة من هذا الفيديو وكمل الفيديو حتى الأخير، شكرا على وقتك الثمين. ما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وأصدقائك وتخلي لي تعليق ولايك، شكرا لك. وما تنسوش أيضا أنكم تتابعوا جميع الصفحات اللي تعرفنا عليهم في هذا الفلوغ، محمد حمد موغلي الوادي، كل صفحاتهم راح تلقوها في الديسكريبشن. مالي غير نقولكم سليم، نتلاقوا في الحلقة الثالثة من عمان الأسبوع القادم يوم الجمعة إن شاء الله.